السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. وسط مشاعر الحزن والحداد أحيت جموع المؤمنين ذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف بمشاركة لامست مليوني زائر وأكثر من 1000 متطوع. خطة أمنية وخدمية جرت بانسيابية عالية منذ ليلة الضربة وصولا لوقت الذروة في طقوس يحرص الموالون لأهل بيت محمد على أدائها، فواقع الميدان أثبت بما لا يقبل الشك والتأويل السر الإلهي الذي يلهم الملايين تجشم عناء الطرق وتحمل المخاطر. ولتسجل هذه الزيارة تسجل بأحرف من نور في سفر التاريخ. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فرح نتحدث عن مولدات تجهيز الكهرباء اللي تحولت من نعمة إلى نقمة، يصب أصحابها جام غضبهم على المواطنين باستغلال حاجتهم إليها. تجهيز الكهرباء الوطنية بدأت تتحسن الكهرباء بشكل واضح، أما أصحاب المولدات فما زالوا بتعنتهم يرفعون سعر الأمبير على المشتركين، مرة بسعر المرتفع ومرة أخرى بتشغيل أو ادعاء تشغيل الخط الذهبي بضعف السعر. بل هنالك اتفاق بين أصحاب المولدات في المنطقة على غلاء الأمبير كما يشير ساكنو تلك المناطق. الغاية من الاتفاق إجبار المواطنين للرضوخ إلى سياسة الاضطهاد والاستغلال على الاشتراك بأي سعر يفرضون أصحاب المولدات، لكن الأهالي طالبوا من خلال توجيه الشكاوى إلى الأيام بضرورة إيصال أصواتهم للجهات المعنية لمراقبة ومحاسبة المقصرين ورفع الحيف عن نهب مال الناس مقابل عدم تشغيل المولدات في ظل استمرارية الكهرباء الوطنية. وبالتالي أيضا هنالك حملة إعلامية كبيرة راح يتم إطلاقها حول هذا الموضوع. إذن مشاهدي الأحبة تفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا في حصادنا لهذه الليلة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عزت الموسوي الباحث الإسلامي ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك يا دكتور. وكذلك أرحب بضيفي الكريم ينضم معي عبر سكايب سماحة السيد طلال الحكيم أستاذ في الحوزة العلمية من النجف الأشرف، حياكم الله سماحة السيد. نتحدث عن استشهاد أمير المؤمنين دكتور عزت، وشرف ما بعده شرف أن يكون عرشك النجف. واليوم النجف لما تحتضن لهذه الليلة والليالي الماضية وليالي القدر تحتضن جموع الزائرين وهذه الملايين التي جاءت معزية بذكرى شهادة أمير المؤمنين، كيف تنظر إلى هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللمشاهدين الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة سيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حقيقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أشهر من أن يعرف في دقائق معدودة، أنه إمام المتقين وأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وجمع من الخصائص والخصائل والصفات ما لا تعد ولا تحصى، بل أنه كان رجلا كالذي قال فيه الشاعر: تجمعت فيه الخصال كلها فكان منزها من كل عيب، كما يقول الشاعر: خلقت منزها من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جمع هذه الصفات وجمع هذه الفضائل، وكان الرجل المساند والمعاضد لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أشد الناس تمسكا بالرسالة الإسلامية، وأول رجل
أسلم بعد النبي صلى الله عليه وآله، والذي جاهد في نفسه أشد الجهاد، والذي ذاد بنفسه وكان أول شخص يهدي رسول الله صلى الله عليه وآله في فراشه عندما نزلت تلك الآية المباركة الشريفة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فكان شهيدا قبل أن يستشهد، وكان عالما جليلا تربى في أحضان النبي صلى الله عليه وآله ليكون عظا لرسول الله ونفسا لرسول الله، الذي قال عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. فكان مصداقا لهذا القول، ونستطيع أن نحكم على هذا القول من خلال مقولته الشهيرة عند استشهاده وفي مكان استشهاده في بيت من بيوت الله في المسجد، عندما قال: فزت ورب الكعبة. فقرن مسألة الفوز بالقسم، وهذا القسم عظيم، عندما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: فزت ورب الكعبة. ورب الكعبة كان يعني في مسألة الفوز، الفوز الأخروي الذي ختمه بالشهادة، والذي كان هو نتيجة إصلاحات كثيرة ومتعددة سعى إليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من خلال تراكم السياسات التي انحرفت عن الجادة الإسلامية أو الطريق الإسلامي الذي خصصه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، والذي عاش معاناة طويلة. أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يحكم بالعدل والمساواة قبل دولة الأمير المؤمنين العادلة. نتحدث أو توقف عند قولك اللي ذكرت، أنه قول أمير المؤمنين: فزت ورب الكعبة. وجدت الترحاب بحضرتك سماحة السيد. يتحدث الدكتور عزة الموسوي عن لحظة الاستشهاد. من المعلوم بأنه كل الذين يمرون بالحياة فإنهم يذهبون إلى الموت، إلا الشهيد فإنه يذهب إلى الحياة عن طريق الموت. هذه العبارة: فزت ورب الكعبة وهو ذاهب إلى الموت، أي فوز يتحدث عنه أمير المؤمنين وضمن أي معيار؟ حياكم الله. سمحت السيد، ما يوصلنا صوتك بصورة يعني المطلوبة، نرجو أنه من الشباب أنه يعالجونا بصوت بطريقة أخرى عن طريق الاتصال والسكايب إذا تسمحون. الدكتور عزت نتحدث عن يعني المحطات التي كانت متغيرات مهمة لأمير المؤمنين، حيث أن منذ ولادته لحد لحظة استشهاده أنه كانت في بيت الله وانتهت في بيت الله. نعم، من اللطائف الحميدة التي تعد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولادته في بيت الله الحرام، وهذه المنقبة حقيقة لم يسبقه عليها أحد أبدا، ولم يأتي من بعده أحد، ولو أنها لا تزيد من شرفية أمير المؤمنين باعتبار أنه هو الذي يشرف المكان، علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك الرجل الذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وآله: ما قام الإسلام إلا بأموال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. فكان نعم المواسي ونعم المدافع عن الرسالة الإسلامية بكلامه، بمنطقه، بشجاعته، ببسالته، بمؤازرته للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما تكالبت قريش والكفار في سبيل إنهاء هذه الدعوة الإسلامية، إنه إلا أنه كان نعم المدافع، والذي جاهد بنفسه وجاهد بكل ما يملك في سبيل أن يكون من المناصرين لهذه الدعوة الإسلامية منذ اللحظة الأولى التي نزلت فيها آية التبليغ: وانذر عشيرتك الأقربين. فكان أول صوت يؤازر النبي صلى الله عليه وآله هو صوت علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك كان أول المقاتلين في كل المعارك وحامل لواء رسول الله صلى الله عليه وآله والذاب عن الإسلام بكل ما يستطيع، حتى نزلت تلك الآية المباركة أو تلك العلامات المباركة التي جاء بها الوحي: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، لشجاعته وبسالته ودوده عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل المعارك. هذه المعارك وهذه البطولات التي قدمها
علي بن أبي طالب عليه السلام لم يطلق تلك الكلمة التي قالها حين استشهاده فزت ورب الكعبة، وإنما كان علي بن أبي طالب يدرك أن مسألة الفوز هي مسألة التصحيح والإصلاح في أمة جده رسول أمة ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي كانت مجموعة من الإصلاحات الإدارية والحقوقية والمالية، والتي ألقت بظلالها على طبيعة المرحلة التي عاشها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تلك المرحلة التصحيحية والإصلاحية هي التي أدت إلى استشهاد أمير المؤمنين، والتي من خلالها أطلق تلك الكلمة فزت ورب الكعبة، وهو الفوز الذي ناله بالشهادة، والذي أراد أن يكون شهيدا، ويجسد مقولة الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله: ما من منا إلا مات شهيدا أو مسموما، مقتولا أو مسموما. فأراد بتلك الشهادة أن يختم تلك العصمة الإلهية التي عصمه الله بها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكانت الشهادة هي لإتمام تلك العصمة الإلهية التي ختمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالشهادة الكبرى. طيب، أرجع لسماحة السيد طلال الحكيم. سماحة السيد، إذا كان صوتي واضح عند حضرتك، ونتمنى أنه صوت الصورة أنه يكون أيضا واضح، كنا قد تحدثنا وسيد حضرتك عن الفوز الذي تحدث عنه أمير المؤمنين، وبالمقابل كان هنالك مفهوم آخر: تهدمت والله أركان الهدى. يعني هاتين منظومتين دنيوية وأخروية، كيف نقارن بينهم؟ واللي استطعنا أن نبقي على تراث أمير المؤمنين لحد هذه اللحظة. للأسف يعني صوت حضرتك ما لحد الآن ما دي وصلنا بشكل صحيح. دكتور عزت الموسوي يعني تحدث أيضا عن هذه المحطات المضيئة لأمير المؤمنين، أنه كان لهذا هذا المشهد في محراب الكوفة لربما اختزل مواقف كثيرة وكبيرة وقفها أمير المؤمنين مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأدت إلى بغض علي منذ ذلك التاريخ بأنه يعني كسر أنوف الظالمين والمشركين والكافرين، وبالتالي لم تمر هذه الحوادث مرور الكرام، بل كانت هنالك نتائج انعكست على استشهاد أمير المؤمنين. نعم أخي الكريم، تحدثنا وقلنا أن مسألة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هي كانت نتيجة لظروف استثنائية ومراحل إصلاحية قام بها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام قام بمجموعة من الإصلاحات الكبيرة طبعا، وهذه الإصلاحات كانت تثير حفيظة الكثير ممن كانت لهم المصالح وكانت لهم المنافع، والتي أدت بالنتيجة إلى حتى اكتناز كثير من الأموال. وهو القائل يعني عندما ولى عثمان بن حنيف الأنصاري على البصرة ووجه له خطابا عند توليته وحضوره لإحدى المجالس، قال: يا عثمان، لقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطيب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننتك تجيب دعوة قوم عائلهم مدفوع وغنيهم مدعو، ألا وأن لكل إمام مأموم يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وأن إمامكم قد ارتضى من دنياه بطمرين ومن مأكله بقرصين. هذه الرسالة الكبيرة الواضحة التي وجهها أمير المؤمنين إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري، وهو من خواص أصحابه، لأجل مسألة بسيطة جدا، وهو أنه قام بتلبية دعوة أحد يعني الكبراء أو الزعماء الذين كانوا في البصرة، أنه كيف أنت تجيب هذه الدعوة من رجل يعني يقرب الغني ويبعد الفقير. هذه سياسة علي بن أبي طالب في إدارة الدولة، الذي يقول: لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلباب شعير ما فعلت. هذه السياسة، وأيضا السياسة التي قام من خلال أنه الكل عنده سواء،
الغني عندي فقير حتى آخذ الحق منه، والفقير عندي غني حتى أرجع له الحق. هذه السياسة حقيقة ألبت الوضع الاجتماعي الذي كان سائدا، والذي كان يعني الولاة أو يعني الذين كانوا يتصدون للمشهد السياسي أمثال معاوية بن أبي سفيان الذي أراد أن يسيطر بحكمه على تلك الولايات، استطاع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يفرض تلك السيطرة وأن يغير كثير من الوجوه التي صعدت إلى المنصب أو صعدت إلى تولي المنصب لإدارة الدولة وهم لا يستحقون هذا الأمر، وإنما كانت لهم مصالح ومنافع شخصية. أراد الإمام علي بن أبي طالب أن يطبق العدالة ويطبق المساواة، لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. هذا الشعار الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي جاءت به الرسالة الإسلامية السمحة، والتي جاء بها الله سبحانه وتعالى وبلغ بها جميع المسلمين، أراد الإمام علي بن أبي طالب أن يطبقها وينفذها في إدارة الدولة، وهي أقضت مضاجع الكثير من المنتفعين الذين يعني حاولوا جهد إمكانهم أن يعارضوا الإمام في حكمه. ولذلك 5 سنوات قضاها أمير المؤمنين في قتال المارقين والقاسطين وهؤلاء والخوارج، كل هذه المعارك التي دخلها علي بن أبي طالب كان من أجل إرساء الحق والعدالة الإنسانية التي كان يفرضها الإمام علي بن أبي طالب من أجل إرساء الرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. طيب دكتور، هنا نتحدث أيضا عن العلامة الفارقة في تاريخ الإسلامي، وهي اتخاذ الكوفة عاصمة للخلافة الإسلامية، وما حدث في الكوفة يا ريت تحدثنا عنه. نعم، انتقل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الكوفة لقناعته التامة بأن الكوفة لها يعني مجتمع ولها قاعدة أساسية، وأراد أن ينتقل إلى الكوفة ويغير مسار الحكم، باعتبار أن الكثير من العواصم كانت مرتبطة بهذه البقعة يعني التي تعتبر نقطة استراتيجية مهمة على كل يعني الأمصار، يعني مصر والشام، والتي تعد من يعني مراكز الدولة الإسلامية، مصر والشام والبصرة والمركز الكوفة الذي ولى عليها موسى أبو موسى الأشعري، ونصب سهل بن حنيف الأنصاري على الشام، وأيضا أوصى إلى البصرة ويعني أوكل عليها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، هذا الرجل الذي له من المكانة الكبيرة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هؤلاء كلهم ليسوا من قريش، فهذه العملية التي قام بها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ألبت الشارع القرشي ضد الإمام علي بن أبي طالب، باعتبار أن القرشيين لا زالوا يمتلكون الحكم، ولا زالت لديهم القناعة بأنهم هم من لهم الأحقية في قيادة الأمة الإسلامية. ولذلك عندما كانت السياسات السابقة تدعم قضية التفضيل، يعني القرشي على غير القرشي، المهاجرين على الأنصار، الأوس على الخزرج، عمر على ربيعة، يعني مضر على ربيعة، هذا التفريق أزاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من الكوفة التي تعد هي مركز يعني الحكم الإسلامي والسياسي لأمير المؤمنين، والذي اتخذه من أجل عملية الإصلاح والابتعاد عن بعض السياسات التي استخدمها الولاة السابقون. ولكن كل هذه السياسات، انتقل إلى سماحة السيد الحكيم، المرة انضم معنا عبر الهاتف، يا ريت الصوت يكون أوضح. سماحة السيد، نتحدث عن التضليل، يعني هذه الخطوات في السياسة واستخدام عمال هذه الأمصار على من غير العلويين، من غير القرشيين، ولكن يقابل كل هذه الإنجازات و يعني هذه الخطوات يقابلها تضليل إعلامي، لدرجة وصل التضليل أنه عندما يقال أن علي بن أبي طالب استشهد في محراب الكوفة يقال أو كان يصلي. إذن وهذا التضليل الإعلامي للأسف لحد يومنا هذا أنه لا زلنا نعاني من هكذا تضليل. صحيح،
احسنتم. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، وعظم الله اجورنا واجوركم، اسال لكم الاعزاء تحيه طيبه لكم ولضيوفكم الكرام. طبعا القوم ابناء القوم والذريه بعضها من بعض، هذا احد الاسباب يعني التي دعت القوم الى انه قتال علي والى النصب الى علي عليه السلام، الا وهو انه سابقت واخلاصه وتفانيه ومنزلت ومكانت من رسول الله صلى الله عليه واله. دفع امير المؤمنين سلام الله عليه كل ذلك غاليا، دفع ضريبه تضحيته وسابقته وجهاده حتى حسده القوم، حتى قاتله القوم. يعني ماذا يعني 4 سنوات 3 حروب بالملجم؟ مثلا اغتياله مثل ما يقال جاء يعني متاخرا. امير المؤمنين سلام الله عليه انه منذ ان اعلن شعار حسبنا كتاب الله اعلنت الحرب على علي بن ابي طالب وعلى اهل البيت، وانه قتال علي عليه السلام، تهديده بالقتل، بايع والا ضربنا عنقك، قال وان لم تفعل وان لم افعل قال نقتلك، وهكذا الحروب التي يعني انه صارت عليه سلام الله عليه، حسد الناس اليه، هذه كلها طبعا القت بظلالها الى مسألة هذا التغييب إلى فضائل علي عليه السلام، والتعتيم الإعلامي إلى فضائل علي عليه السلام، ومسألة أنه إخصاء علي عليه السلام. القوم أرادوا الدنيا، علي بن أبي طالب أنه أراد الآخرة، القوم أرادوا التنافس مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لا أخاف عليكم من أن تشركوا من بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. القوم أرادوا أنه العقار، أرادوا يعني مثل ما قال سلام الله عليه في أول خطبة بعد أن يعني تولى الخلافة في أنه بعد أن انتخب في الكوفة، قال أنه لا يقولن منكم من غمرت في الدنيا واتخذوا العقار والروائق والوصائف الروقة أن منعتهم حقوقهم أن يقولوا منعنا ابن أبي طالب. هذه أيضا مسألة عدالة علي عليه السلام لم ترق إلى الكثير، إنصاف علي عليه السلام لم ترق إلى الكثير. حرب الجمل كانت يعني أحد أسباب أنه فتيلها هو عدالة علي عليه السلام، لأن فلان وفلان أرادوا منه البصرة ولاية البصرة والآخر أراد ولاية الكوفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: أنظر فيكما أمري، ما أعطاهم ذلك. كان كثير من الصحابة في يعني الحكومات السابقة أصبحوا أغنياء مصر نتيجة أنه التفاضل في شلون استحنا اليوم الخدمة الجهادية والمثلا يعني من هذه المسميات. أمير المؤمنين هذه يعني لم تصرف له، هذه قال سلام الله عليه أنه كلنا عباد الله والخلق عيال الله. عثمان بن حنيف قال: سيدي عبدي بالأمس اعتقته واليوم تعطيه 3 دنانير وانا 3 دنانير. هذه انه المسميات هذه التي انه تاجروا بها، وانه ارادوا يعني من الله تبارك وتعالى ارادوا يعني الدنيا. هذه عند امير المؤمنين سلام الله عليه قال: ان الفضل النير غدا عند الله. ممكن واحد مثلا يقول اني بدري واني احدي واني كذلك. سلام الله عليه سيفه قد خلف في قلوبهم احقادا بدريه خيبريه حنينيه، فضبت على عداوته وكبت على مذابته الناس سلام الله عليه. كان يسمى بالموت الأحمر، كان يسمى بقتال العرب، ما يوجد بيت إلا وجعل علي عليه السلام فيه أنه ناعية. فهذه كلها سيد الكريم عدالته، وثارات بدر، ثارات الخندق، ثارات خيبر، هذه كلها يعني ولدت مثلة أنه عدم مساومة علي، عدم مداهنته. المغيرة بن شعبة بعد أنه مقتل عثمان، وعندما أراد الناس أن يبايعوا علي عليه السلام طالب منه أن يبقي معاوية إلى أن يستتب طيب له الأمر إلى أن ولكن سماحة السيد يعني هذه المعسكرات ظلت شاخصة لحد اليوم، يعني من بعد علي بن أبي طالب، من بعد معسكر الكوفة ومعسكر الشام كان هنالك معسكر الحسين ومعسكر يزيد، وهذين المعسكرين بقيا ثابتين لحد هذه اللحظة آخر حربنا مع داعش، يعني أيضا معسكر الحشد ومعسكر داعش. هذا طبعا يعني شاءت أنه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يبقى هذا السجال دائما ما بين بني هاشم وما بين بني أمية، ما بين الشيعة بني هاشم شيعة أهل البيت وما بين الشيعة بني أمية. بالأمس كان أبو سفيان في قبال رسول الله
ومعاوية في قبائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويزيد في قبائل الحسين عليه السلام، والخلافة الأموية في قبائل أنه أهل البيت عليه السلام. واليوم أيضا كذلك سيد الكريم أنه كما قلت في أول الكلام القوم أبناء القوم، وأنه هذا من منهج فلنقول، وهذا أصبح أنه فلنقول يعني شعار والسنة جارية وقائمة وإلى يومك هذا مثل ما تفضل. هذا لأنه صار فكر، صار هناك أنه فلنقول التدوين أسس على هذا المنهج، أسس على هذا الفكر، أسس على هذا المعتقد. هذا ما يقدر أنه فلنقول يتنصل منه، لا يستطيع أنه ينزع ثوب هذا الفكر. لأنه كما قلنا التاريخ قد دونه، يعني دونته تلك الحكومات التي كانت يعني لها زمام الأمور، الحكومات الأموية والعباسية. فبالتالي فصلوا التاريخ على أنه يعني أهوائهم بما يحافظ وكرسيهم هذا. فبالتالي أنه الناس ومن جاء اليوم هذا رأى يعني بيوت منضدة وقواعد ممهدة، ورأى أنه الأمور كلها هي جارية، وأن الإسلام هو إسلامه هذا هو الموجود، وليس إسلامه الغدير. الإسلام اليوم سيد الكريم موجود هو إسلام السخيفة، إسلامه فنقول هؤلاء التاريخ كتبه الأمويون، معاوية بن أبي سفيان أنه 70 عاما يسب عليا، وأنه يعاقب على من يذكر فضيلة إلى علي عليه السلام. ومن قبل أيضا كذلك قد منعت التدوين السنة النبوية. هذا كله طبعا أنه سوف ماذا؟ سوف أنه يتوارث إلى الأجيال السابقة واللاحقة والآتية. لأنه واحد أنه يعني الإنسان منا خصوص هؤلاء المستضعفون أنه يعي ويبلغ فيرى بأنه مثلا هذا هو الدين وهذه هي الصلاة وهذا هو فهذا كما قلنا يعني سببه كما قلنا أنه مسألة أنه يعني هذا التعييم وهذا التعتيم وهذا التغييب الممنهج المبرمج الذي شكرا لجنابك تلك الحكومات السابقة. السيد طلال الحكيم أستاذ في الحوزة العلمية من النجف الأشرف انضمت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا سماحة السيد، وشكرا جزيلا لحضرتك الدكتور عزة الموسى والباحث الإسلامي ضيفا كريما في الأستوديو. بعد الفاصل نتواصل مشاهدي الأحبة من جديد، حياكم الله. يبدو أن المواطن لا يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى أكبر منها. حكومة الخدمات عملت على تحسين الكهرباء في البلد، إلا أن الجانب الآخر هم أصحاب المولدات عملوا على استغلال المواطنين باستمرار أخذ أسعار الاشتراك، بل البعض رفع سعر الأمبير دون تشغيل مع وجود الكهرباء بشكل شبه مستمر، واليوم ينتظرون الحلول من الجهات المتنفذة كل المواطنين. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. مع بداية موسم الصيف تتعالى شكاوى المواطنين من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية وتفاقم الأزمة وسط لها بارتفاع درجات الحرارة، ومطالبات تتوالى لإيجاد الحلول التي أصبحت كابوسا بالنسبة لهم جراء عدم تحرك أصحاب النفوذ إزاء هذه المعضلة. لكن هذا الصيف جاء مغايرا عن سابقه، ففي ظل حكومة الخدمات ساعات توفير الكهرباء بدأت تتحسن بصورة واضحة، لتصل ساعات تجهيزها إلى 18 ساعة في اليوم أو أكثر. أما تلاشي أزمة الكهرباء المزمنة لم تحد من جشع أصحاب المولدات، إذ شكى عدد من الأهالي مواصلة تحكمهم برفع سعر الأمبير بفرض أسعار تتراوح بين 20 و25 ألف دينار للأمبير الواحد من دون تشغيل في ظل استمرار تجهيز كهرباء الوطنية، حيث وجهوا مطالبهم إلى الجهات المعنية والمتنفذة بضرورة محاسبة أصحاب المولدات المخالفين لتسعير الأمبيرات الحقيقية أو تشكيل لجان لزيارات مفاجئة لمعرفة الأجور المفروضة على المواطنين، حتى بات البعض يجبر الأهالي على اشتراك ذو أجور عالية وقطع الاشتراك في حال رفضهم، بالوقت الذي أشاروا إلى احتمالية وجود تواطؤ بالمحاسبة إزاء المقصرين ليتجرأ أصحاب المولدات باستمرارهم في تغافل المواطن واستغلال حاجته إليهم. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحباب، هذا الملف أرحب بضيفي الكريم الأستاذ واثق الجابري المحلل السياسي، حياك الأستاذ واثق. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور هيثم النعيمي خبير الطاقة
من بغداد، حياكم الله ضيوفا الكرام. أستاذ واثق، بكل صراحة وبشكل مباشر، لما يكون ملف المولدات الأهلية بيد محافظة بغداد وعبر الحكومات المتعاقبة، ما شفنا معالجات جذرية، كان المواطن ساكت. لكن اليوم لما تجي الحكومة وتقول احنا حكومة خدمات، بدأت تنطي خدمات ملموسة للشارع العراقي، لكن ملف المولدات الأهلية مسكوت عنا لحد الآن، يشير إلى شيء؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام وللضيف الكريم. طبعا طبيعة الحال المولدات الأهلية يعني هي جزء من عمل قطاع خاص، وبالتالي القطاع الخاص عادة عندما يعمل في أي بلد من البلدان لابد أن يلتزم بالقوانين والأنظمة والضوابط التي تحددها الدولة. يعني مو يعني صاحب المولد يعني مو يعطي أسعار كيفية أو يحدد أسعار، لابد أن تكون متفق عليها ومرسومة من قبل الحكومة. الحكومة اليوم أو حكومة الخدمات يعني وضعت في أولوياتها ملفات مهمة، يعني منها ملف الكهرباء، وهي سعت أو يعني اجتهدت من أجل معالجة هذا الملف الذي أرق العراقيين كثيرا، سيما في فصل الصيف يعني ونحن مقبلون الآن على فصل الصيف. في هذا الشهر يعني الكل يلاحظ أو كل يتفق أن الكهرباء تتراجع، يعني في نهاية الشهر عنده تسديد، عند فترة تسديد المواطن لأسعار المولدات. يعني ولاحظنا خلال هذه الفترة يعني ضجة كبيرة من المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار الشهرين الفائتين يعني كان التجهيز الكهربائي جيد جدا، وربما لم تنقطع الكهرباء. لكن ما فعلته يعني هي المشكلة، أنا أعتقد يعني حتى وجود مولدات أهلية هي سبب في تراجع الكهرباء. هنالك تواطئ كبير بين وزارة الكهرباء وبين أصحاب المولدات واتفاقات يعني بشكل منظم أو غير منظم، وبالتالي هذه الجماعات هي حاولت يعني في هذا الشهر قطعت الكهرباء قبل الإفطار وفي معظم مناطق بغداد، كأنما هنالك اتفاق مسبق. يعني لو كانت الكهرباء فيها تراجع يمكن أن تنقطع في منطقة إلى أخرى، لكن انقطاعها بهذا الشكل يوم واحد بالشهر، ثم عادوا إلى يوم 5 بالشهر وقطعوا الكهرباء من أجل تسديد المواطن. بالتالي هذه القضية، نعم مجلس المحافظة تراجع يعني بعملية الإدارة، بل هو حتى تقدير التسعيرة هي تسعيرة غير مناسبة. هذا الشهر قدرت محافظة بغداد التسعيرة 10,000، بينما هي الكهرباء لم تنقطع أكثر من 4 ساعات خلال الشهر. كيف يعني هذا التسعيرة؟ هل يعني هي تعتمد يعني على يعني مبدأ عينك ميزانك لو هنالك تسعيرة؟ وبالتالي هي خدمة تقدم للمواطن، لابد أن تكون الأجر مقابل هذه الخدمة، يعني ليس يعني بأسعار كيفية أو تختلف وتتفاوت من منطقة إلى أخرى. يعني المناطق يعني الأكثر تحضراً أو في مراكز المحافظات تكون الأسعار مختلفة عن الأطراف، كأنما يقولون أن هذه المنطقة أصحاب المناطق يعني دخلهم جيد وكذا، وبالتالي نأخذ من عندهم هذه الأموال. هي المسألة تتعلق يعني قلت بخدمة، والخدمة المفترض يكون مقابلها أجر. هذه القضية لا تحل إلا من خلال إجراءات، أعتقد الإجراءات المفترض أن تبدأ من الحكومة الاتحادية. يعني وأنا قدمت مقترح، وهذا المقترح يتعلق بنصب عدادات في كل المولدات، يعني من خلال هذه العدادات أولا يقوم صاحب المولد بجرد يعني عدد المشتركين وعدد الأمبيرات الموزعة، باعتبار المشتركين يختلف يعني من مواطن إلى آخر. تشرف عليه جهات يعني منها المحافظة والحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة ووزارة الداخلية، وباعتبار الملف متداخل مع بعضه، وحتى الشكاوى التي يقدمها المواطن أولا لا يعرف أين يشتكي، ثم هنالك تواطئ حتى من الجهات الحكومية الرقيبة الموجودة في المناطق، ومن ثم يحدد يعني من خلال يقدم كشف شهري، أو هذه اللجان هي تقوم بإجراء كشف على المولدات، وهي من تحدد تسعيرة المولد، يعني كل مولد من منطقة إلى أخرى باعتبار. هسه ما شفنا فد نجاح بهذا الملف، إذا تسمح لنا أن ننتقل للدكتور هيثم، حياكم الله مجددا دكتور هيثم. يعني المولدات الأهلية ماكو نجاح، طلعون وزراء كهرباء سابقين، واحد يقول لك والله واير المولد يشروا عليه هدوم، واحد يقول لك راح نصدر كهرباء، الثقة بين المسؤول والمواطن انفقدت، بالتالي المواطن مجبور أنه يمد رقبته أمام صاحب المولدة الأهلية ويذبحها من الوريد إلى الوريد، وبالتالي ما يقدر يفك حلقه، لأنه إذا سحب الواير مالته ماكو أحد يشغله بالصيف اللاهب اللي دخلنا بفصل الصيف. بالتالي نقدر نخلق بعض الحلول نقدمها إلى مكتب رئيس الوزراء
حتى يتخذ إجراءات، لأنه لما يقول أنا حكومة خدمات مواطن، أنا ما أشتغل 17 ساعة باليوم في سبيل أوفر خدمة المواطن، هاي أهم خدمة، جيب المواطن جاي ينهب يا رئيس الوزراء. فضل دكتور. تحياتي لحضرتك أخي الكريم وقناتك الكريمة وضيفك الكريم، ونعزي أنفسنا والشعب العراقي والأمة الإسلامية باستشهاد إمام الأمة إمام علي كرم الله وجهه. كرم الله وجهك. بالنسبة للموضوع اللي حكينا به أخي الكريم، المولدات اعتمادها الأساسي على الوقود. كل ما محافظة بغداد أنطت وقود ما يكفي لتشغيل المولدات كلما قل سعر الأمبير. لذلك تشوف الأمبير يصعد في أيام الصيف، من تحكي المولد يقول يابا اليوم هالشهر طوني حصة أقل من الحصة المقررة. فإذا افتح لتقليل كلفة الأمبير على المواطن العراقي بتزويد الوقود الكافي له، هاي أولا. النقطة الثانية اللي حضرتك اتطرقت لها وهي العدادات. هذه العدادات سيف ذو حدين، بالشتاء صح بالشتاء راح يكون لصالحها بالمولدة، لكن بالصيف راح يكون الحل عكسي، راح يكون الناتج عكسي، راح يكون ضد المواطن لأنه راح يصرف كهرباء أكثر. بالمناسبة الصيف هذا راح يكون أزمة طاقة كهربائية بشكل مخيف جدا. هل الصيف هذا راح يصير أزمة كبيرة جدا؟ هاي ثانية. صار لنا 3 سنوات نعمل ورش ونعلنها بالفضائيات، وكل القنوات الفضائية سوت لنا حوارات. الحلول لا تكمن يم أبو المولدة، الحلول تكمن في استراتيجية حل المشكلة. استراتيجية حل المشكلة وزارة الكهرباء بتحاول ترقيع الحلول باستيراد ناتج يعني استيراد مغذي للكهرباء، لكن المشكلة الكبيرة وين؟ في منظومة توزيع الكهرباء إلى البيوت وإلى المحطات وإلى المناطق وإلى السكن. الحلول اللي طرحناها صارت 3 سنوات إنه توزع خلايا شمسية في المساكن بدل هاي الوايرات العشوائية اللي مشطلة على الشوارع، وهذا توزع بأسعار رمزية وبأقساط على المواطنين خلايا شمسية في كل بيت. هذا في شي حال ايش راح يسوي؟ راح هو يغذي نفسه اولا، ثانيا ما راح يحتاج لابو المولدة، ثالثا ما راح تكون هاي العشوائيات والوايرات بالشوارع في منظر مزعج جدا، رابعا هذا راح يساعد في انه يقلل اللود الضغط على المحطات الكهربائيه والانتاج، لانه هذا من راح هو يغذي نفسه، فالمحوله اللي تغذي بالكهرباء الى بيته ما راح تشتغل بطاقتها القصوى وتالي تحترق بالصيف ونتيجه طيب. الحر هذا راح يغذي نفسه. فحلول كثيره لو اكو اراده، اهم شيء لو اكو اراده لحل المشاكل، كل هاي الاشياء ما كانت حصلت عندنا وكان لقينا حلول طيب. مناسبة، لكن لا توجد هناك أذان. هسه مرة دكتور مرة نفكر بحل المشاكل أستاذ واثق، ومرة نفكر بإزالة الآثار الجانبية، وهسه خلينا نحكي بالآثار الجانبية. لما المواطن المحافظة تحدد لك أسعار الأمبير، أبو المولدة ما يلتزم، أبو المولدة اللي خصوصا يقول لك أنا ما أستلم غاز من الدولة، بالتالي الأمبير 20,000 شهر الرابع الكهرباء مستمرة، يقول لك أنا دا شغل ذهبي 40,000 أريد للأمبير، ومن هذا نقيس. بالتالي سلطة المحافظة ما إلها سلطة على أبو المولدة، فتحت هاتف شكاوى المواطن من سابع المستحيلات يقدر يشتكي. هل من الممكن أن يحال هذا الملف إلى جهة تستطيع أن تمسك هذا الملف وتحمي المواطن؟ مو إحنا عندنا هاي القضية، لما حكومة خدمات للمواطن خلينا نحمي المواطن. نعم، يعني أنا قلت تشكل لجنة يعني من قبل عدة جهات، يعني وزارة الكهرباء وزارة النفط ويعني المحافظة النزاهة، السلطات رادعة. نعم لا نعم، يعني مو أنا أسأل الآن إذا أبو المولد يقول أنا ما يجهزوني نفط، من يثبت هذا؟ إذا وزارة حتى تثبت وزارة النفط أنه منطيت أنا وما جهزوا، ولكن هو ما مشغل بالنتيجة هذا الشهر ما مشغل بالنتيجة. إذن أنا أقول العدادات يعني حتى أقيس حجم يعني كم الخدمة اللي مقدمة للمواطن، وإلا يعني على أساس يعني يحدد هو من يحدد سعر الأمبير دون تشغيل. بالتالي خدمة يعني أنا يعني أي خدمة ممكن تقدم في أي بلد هي خدمة يعني أو أجر يؤخذ مقابل الخدمة التي تقدم. بالتالي هنا حتى حق المواطن، يعني إذا المحافظة حددت هالشهر 10,000
10,000 الأمبير على أي أساس وهي الكهرباء موجودة؟ المفترض أن يكون تسعيرة الأمبير حسب الخدمة المقدمة، وهذا معمول به حتى في شمال في كردستان، يعني القضية متابعة المولدات ومراقبتها. يعني ممكن مرحلة ثانية أنه يكون ربط المولدات، ربط هذه العدادة، ربطها إلكترونيا بهذه اللجان الرقابية، وتكون حتى أكثر من لجنة تشرف. النقطة الثالثة تقديم هواتف شكاوي، يعني مثل ما كان تبليغ على المحتوى الهابط، هواتف شكاوي من اللي يقدر يشتكي اليوم؟ إذا اشتكيت حضرتك وقصوا لك الواير مال المولدة، تاريها شلون؟ لا، هي إذا الحكومة هي الرقيب، وتكون عبر يعني تليفونات، إيميلات، صفحات تواصل اجتماعي، وتقدم شكاوي وتحديد المناطق وأصحاب المولدات وكشف موجود، بالتالي تكون مسؤولة، تكون أمام الأنظار، يعني أمام أنظار كل الناس، وبالتالي ما تبقى جهة تتستر على صاحب المولد. احنا وجدنا، يعني انا يعني في يوم من الايام يعني قدم شكوى لمجلس محافظه الى رئيس لجنه الطاقه في المحافظه، يقول انا اذا تقدم شكوى على هذه، فكل الجهات الموجوده المرتبطه، المختار والمجلس المحلي والامن الوطني الموجود، كلها متواطئه مع صاحب المولد، وبالتالي يعني هنا تصير مشكله للمواطن، يعني مثل ما قلت تكون مشكله مع صاحب المولد، وربما حتى تدخل قضايا عشائريه بهذه القضيه. اذا القانون اذا احنا انطينا سلطتين، سلطه محليه وسلطه اتحاديه، هي من تراقب ومن عده جهات، والجهات ممكن احنا ايضا هي مشكله اللجان الرقابيه احيانا تتواطئ، لكن هذه اللجان تكون غير معلنه وتبدل بشكل شهري، ثم موجود عداد، وهذا العداد يصور ويتم يعني تحديد كشف موقعي شهريا، وتعلق يعني قطعة في باب المولد، يعني يكتب هذا صاحب المولد الأمبير حسب تسعيرة مجلس محافظة بغداد بهذا السعر، سعر الأمبير، والمواطن يدفع. ثم إذا طورنا إلكترونيا ممكن يكون حتى دفع المواطن إلكترونيا، ما تحدث عنه الأستاذ، يعني هي حتى منظر المولدات مشوه للمحافظات، يعني ممكن أصحاب المولدات يمدون كيبلات مثل كيبلات الأنترنت، وتكون كابينك كل يعني كل مكان تكون كابينه، وتسحب من عنده وايرات مقابل كل بيت، حتى يعني هذا المنظر البائس اللي موجود بالاسواق وبالشوارع والوايرات اللي موجوده، منظرها يعني جدا يعني مخزي بالنسبه للمحافظات. لكن انا اكد على النقطه المهمه، انه لابد ان يرجع حق المواطن وتقدم الخدمه بشكل صحيح. يعني انا ما ممكن ادفع اسعار للمولدات حسب تخمين وحسب قرار صاحب المولد دون تدخل حكومي. طيب، وهذه ما موجوده في اي بلد بالعالم، اي خدمه لابد ان يكون تدخل للحكومه بهذه القضيه. نعم. دكتور هيثم، شلون نقدر نحمي المواطن من هذا الجشع؟ بالتالي انه يعني انا مو المواطن مو عنده سلفه ويروح ينطيها لابو المولد راس الشهر، شاء ام ابى. الحل طرقته عليه حضرتك وضيفك الكريم استاذ واثق، الحل طرقته له انه اذا صارت اكو عدادات، طبعا هذا العداد مو اختراع، هذا موجود بكل العالم ويطبق بكل العالم، وهذا العداد هو يضمن حق المجهز والمستهلك، يعني ابو المولد يضمن حقه انه حتى لا ياخذ اكثر من الطاقه اللي ساحبها، ويضمن حق المواطن اللي مدى يستخدمها. بهيك حاله راح تقاس العدادات على الكيلوات، ما راح تنقاس على الامبير اولا، ثانيا راح تحسب التعرفه على الكيلوات، ما راح تحسب على الامبير. بعدين هنا الميزة الإيجابية بعض، يعني بكل العالم حتى المي عدادات، حتى التبريد يحطون عليه بالدول العالم أكو تبريد مركزي، والناس تسحب مي بارد حتى تبرد بيوتها، حتى هذا يحطون عليها عدادات حتى شقد يبرد بيته هو، شقد يصرف مي بارد، شقد يدفع فاتورة. بعدين أكو كردستان مثل ما تفضل زميلنا واثق ضيفنا الكريم، أنه كردستان أيضا موجودة البري بايد او الدفع المسبق. نعم. انت بهيك حاله اكو كارتات تحط الكارت، مو بس بالمولده، حتى بالكهرباء الوطنيه تحط كارت تصرف الكهرباء، من قبل من يخلص الكارت تعبي كارت اخر، هذا يطبق على الوطنيه ويطبق على المولده. بهيك حاله يضمن حق الطرفين، المجهز والمستهلك. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور هيثم النعيمي الخبير في شؤون الطاقة، حدثنا عبر سكاي من بغداد، وشكر كثير لحضرتك أستاذ واثق الجابري محلل سياسي ضيفا كريما. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.